نعم، الآن سأتحول إلى السيدة منال صباغ، هي والدة الشهيد عبد الجابر فهد صباغ المعروف بالدحروكي في مخيم نور شمس الذي تم اغتياله في 3 أغسطس الحالي، وجاءت قوات تنتقم من إذا هناك صعوبة في التواصل مع رائد، نحاول مرة أخرى معك رائد، تفضل. هذا فخر واعتزاز، هذا إصرار، وهذا جهاد في سبيل الله. اللي بيقدم ابنه في سبيل الله لازم يدفع الثمن في سبيل الله، اللي هو البيت، صحته، ممتلكاته، ماله، الحمد لله رب العالمين. يعني كل هذا إشي في يعني بنحتسبه عند رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. داخل البيت لما دخلت؟ لا، احنا دائما بنعطي اخلاء بالليل، انه دائما يجي الجيش، لانه كان ابتزازنا المنزل ودخلوا علينا الكلاب، دخلوهن علينا وكانوا بتهديدنا وتمكيننا، ودائما كانوا يحشرونا بغرفه، فصرنا من اقدم الاقتحامات ان نخرج من البيت، يعني نطلع، لأنه عندنا صغار، عندي أطفال، عندي دار ابني، عندي بنت صغيرة، أنا وزوجي، زوجي مريض برضه، فصرنا نختصر ونطلع من البيت، ناخذ مكان برا المخيم. طيب هم ما اكتفوا ب يعني عملية اغتيال عبد الجابر، اليوم جاءوا ودمروا البيت وحرقوه مرة ثانية. نعم صحيح، احنا تفاجأنا بصراحة انهم حكوا لنا الجيران بينادوا عليكم بالسماعات انه اطلعوا من البيت، بينادوا على ابني الكبير انه يحيى صباغ اخرج من البيت، ارمي سلاحك واخرج من البيت، ف ودخلوا طيارات على البيت وبعد عنك الكلاب، وتفاجأت انه الجرافة شالت نص البيت من تحت، حكيت انا مش مشكلة يلا معلش، ما هو أكثر من مرة قصفوا البيت وأكثر من مرة فجروا، فتفاجأنا إنهم بخلوا بالجيران بالسكان المنطقة كلها وبيحكوا إنه بدنا نفجر بيت الدحروكي، حطوا الجيران كلهم بمنطقة آمنة أبعد شوي، وأكثر من 4 ساعات وهم يفخخوا في البيت وقاموا بتفجيره وحرقه. اليوم وين يعني ما في بيت، ما في مأوى، وين بتروحوا، كيف تتدبروا أموركم؟ أنا شايف عشرات المنازل، ما في إحصائية لليوم يعني دقيقة حول المنازل اللي تم هدمها سواء جزئي أو كلي، وين الناس بتروح، كيف تدبروا حالكم؟ صحيح، إحنا والله بشكل عام إحنا من سنتين يعني تقريبا إحنا إنما إلنا بيت، يعني إنه كنا كل منطقة يعني كل مرة نروح عند ناس، والآن أصبحنا لا مأوى ولا أي شيء نملكه، يعني فيش، البيت مدمر بالكامل، حرق كامل، يعني ولا اي شيء فيه يتعوض، حتى اوراق اثباتيات النا، لانه ما اعطونا سابق انذار، احنا بالعاده انه بنعرف انه اللي بدهم يفجروا بيته او يقصفوه او شيء بيعطوا انذار، احنا بدون سابق اي انذار. بتحس انه الاعمال هاي اللي بيقوموا فيها عشان يعني يقضوا على المقاومه ويفقدوها؟ اكيد انهم صحيح، هم بقدر امكانهم بدهم يكسروا الحاضنه الشعبيه ويكسروا من عزيمه الشباب او من المقاومه، فهذا ما بيكسر الشعب الفلسطيني ولا شباب المخيم ولا أبنائنا، حتى لو إنه لو انتهى الجيل اللي كان، في جيل قادم، في جيل أولادنا، أولاد أولادنا كلهم، والجيل المخيمات كلياتها نشأ مقاومة، هم بالعكس بيزرعوا حب المقاومة في الشباب، ما بيقضوا عليها، بيعطوهم إشي دافع أكبر إنهم هاد ياخذ حق هاد، هاد اعطاني فكره بدي امشي عليها، بدي امشي على نهجها، وانا ابني زرع في قلوب الناس المحبه وحط بعقولهم الفكره انه انا دحروكي، اذا رحت في 1000 دحروكي بالمخيم، حب دحروكي بالمخيم خلاهم ينشأوا كلهم على حب دحروكي ويمشوا على هاي النهج. أكيد طبعاً، وبعدين أهلنا في غزة، إحنا بعدين بيتنا ولا إشي بجنب أهل غزة، يعني إحنا بنعد حالنا بننطي رسالة وشكر وتعظيم لأهلنا في غزة، إحنا إشي بسيط، يا ريت فينا نقدم إشي أكثر لأهلنا في غزة وأهل فلسطين كلها وأقصانا، أنا ابني بحب الأقصى، أنا ابني من عشاق أهل الأقصى، أنا حكالي إن شاء الله ما بستشهد إلا أكون زائر المسجد الأقصى، وآخر زيارة له
قبل مطاردته بشهرين قلت أنا وياه بزيارة المسجد الأقصى والحمد لله رب العالمين، ولبى الندى الحمد لله. ودعتيه كذلك برثاء يعني معروف بكل مكان، كان يعني بفترة من الفترات تصدر كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. صحيح، أنا حكالي بدي إياكي تعملي لي أحلى عرس فلسطيني، وحكالي في وصيته أني أنا يا أمي ما بدي تفتحي لي بيت أجر، اعملي لي عرس فلسطيني على مستوى فلسطين، والحمد لله صار له أحلى عرس فلسطيني وودعته أحلى وداع، وكل الغالية على قلبي بعيدة أو قريبة أجت على عرس ابني، وبفتخر أنه طلع بأحلى زفة وطلع بأحلى عريس بجنن الحمد لله رب العالمين. بالعكس هذا بيعطينا يعني ابني من كتر ما بحب الجهاد حكى انه ان شاء الله قد ما اتعب بالجهاد الله يزيدني كرامات، وهذا الاشي ربنا بيعطينا فيه مكارم والكرامات عالية. بعدين هذا البيت ايش بدي في بيت الدنيا، انا مدام الله معطيني قصر بالجنة انا بستنى القصر اللي بالجنة. احنا بالعكس نصبر مشان ناخذ اجر اكثر، كل ما صبرنا كل ما أخذنا عز وفخر وثواب أكثر منه. شكرا جزيلا ويعطيك العافية وأعظم الله أجرك. شكرا، الله يسعدكم، ربنا يسلمكم فيكم، مشكورين، الله يعطيكم ألف عافية.